هل يجوز الكشف الطبي قبل الزواج للتأكد من عدم إصابة الزوجين بالأمراض الوراثية؟ هذا يعرقل الزواج، الكشف الطبي اللي ينادون به الآن هذا يعرقل الزواج ويؤخر الزواج ويحدث الشكوك عند الناس. على المسلمين أنهم يتوكلون على الله ويعتمدون على الله ويحسنون الظن بالله عز وجل ويتزوجون، ولا يكون إلا الخير ولله الحمد. ما زال المسلمون يتزاوجون ولا فيه كشف طبي ولا حصل ولله الحمد إلا الخير. نعم.